صباح الخير، إن شاء الله نمتوا كويس. هلا اتصل فيه الأخ جورج الياس، بعتذر عن عدم مقدرته إنه يجي اليوم، بيقول لي طلعت يدوب بدأ المسار في الهايوي ما شايف أمامه على الإطلاق. فقلت له بسألني شو الأخبار عندكم، قلت له إحنا بجانب المي وما إحنا شايفين المي، ف يعني من ناحية الظرف والمناخ ما إحناش محظوظين. بعرفش الطائرات بتنزل بأجهزة وبتطلع، بس نعرف الشيء يعني. إحنا على كل حال بنحب إنه نبدأ الخدمة على على البرنامج. هاي أجت ليلى قيام من فضلكم. الخدمة اليوم راح تكون مع أخونا المحبوب إبراهيم إبراهيم، وأنا طلبت من المحبوب أخ جوزيف الحايك إنه يبدأنا في الصلاة، فتفضل على الميكروفون من هنا. الرب يبارك مسيرتنا هذا النهار. صباح الخير. بس عندي سؤال للجميع، عفوا، إن إحنا عم نعمل الأكل، اللي ما بيعجبه الأكل هذا الموجود يعني سوري يعني أكثر من هيك ما فينا نعمل يعني. الرب يبارككم جميعا، يعني نهار مبارك للجميع، ونبدأ بالصلاة والرب يبارك الجميع. يا بنا السماوي يا بنا القدوس، نشكرك يا رب، نعظمك، نباركك، نعظم اسمك يا إلهنا الحبيب. نشكرك يا رب على الفداء يا رب الذي مات على الصليب من أجل كل واحد فينا يا رب. أنت يا رب اللي غسلتنا بدمك الطاهر يا بنا السماوي واعطيتنا الحياة الأبدية يا رب. نحن باسمك يا رب مننتهر كل أفكار شريرة مشوشة على هذا الاجتماع يا رب، باسم يسوع الحبيب، أنه يا رب تجمعنا يا رب بهذه المحبة يا رب اللي أنت جمعتنا فيها على طول يا رب. يا إلهنا الحبيب نحن نشكرك ونعظمك ونبارك اسمك يا رب. بارك المتكلم يا أبانا السماوي يا رب، امسح شفتاه يا رب بالروح القدس يا أبانا السماوي، حتى اللي نمتلئ يا رب كل شخص فينا يا رب من روحك القدوس يا رب. يا إلهنا الحبيب كل أخ وأخت يا رب ما قدروا حضروا يا رب، أنت تباركن يا رب. كل مريض بحطه بين إيديك يا أبانا السماوي، أنه أنت تشفيه باسم يسوع الحبيب. أنت بتعرف كل شخص باسمه يا رب. أختنا سوسن يا رب بين إيديك، أنت تباركها يا رب وتقويها يا أبانا السماوي. يا إلهنا الحبيب نحن نشكرك، نحن نباركك. بارك المرنمين يا رب، بارك اللي عم ينتبه على الأطفال يا أبانا السماوي. يا إلهنا الحبيب نحن نشكرك ونعظمك ونبارك اسمك يا رب من الآن وإلى الأبد. آمين. صباح الخير. أنا سمعت صرخة من قيمت شوية، بس الأخ نبيل والأخ ماجد بيحاولوا بقدر المستطاع أنهم في اللحظة الأخيرة يطلعون على الفيسبوك، فكل اللي بيحصل دوت لأنه قررنا نطلع على الفيسبوك، فأحتملوا وشكرا ليهم. رقم اثنين، أنه في حاجة اسمها Air Quality Index، ودي بتقول أن هي plus 10، فأنا شايف بعض الناس بتحاول تمشي برا، is very dangerous، لأنه الناس كبار السن واللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي أكتر ناس تكون عرضة للإصابة فإحنا بنصلي، لأنه أنا لاحظت أن شيري بدأت تكح بالأمس وده مش كويس، فإحنا هنصلي لأنه دوت ربنا يعدي علينا المؤتمر، سواء كنا هنا أو في إدمنتون، فإحنا موجودين في مكان air polluted وصعب. عشان كده أنا بحب أني أقرأ معاكم قبل نبدأ مزمور 92. ومزمور 92 المزمور الوحيد اللي موجود في كل الكتاب بيقول تسبحة ليوم السبت، والنهاردة السبت، وكأن المزمور ده معمول للمؤتمر اللي بيكون موجود في يوم السبت، ولأن يوم السبت بتاعنا غير السبت بتاعهم. في يوم السبت في العهد القديم كان يوم راحة، يوم راحة قدس. يوم السبت ده وقت أنت بتسيب
كل شغلك وممنوع اصلا انك تشتغل في حياتك العمليه، ولو ان جوه الهيكل كان الشغل على قدم وساق لانهم كانوا شغالين في عمل ذبايح بالذات في يوم السبت. يوم السبت كان يوم عيد وكان يوم مخصص للرب، واحنا فاهمين من سفر العبرانيين ان يوم السبت ده هو راحه في المسيح. فاذا انت ما تعرفش المسيح او ما قابلتش المسيح او ما لكش علاقه حقيقيه بالمسيح، يا ريت النهارده وفي المؤتمر دوت تعرف المسيح. خلينا نقرا مع بعض مزمور 92، مزمور تسبيحه ليوم السبت. لو موجود على الشاشه ممكن نقرا مع بعض، وهو كله تسبيحه جميله. بيقول كده: حسن هو. ممكن نقرا مع بعض او ممكن انا اقرا ايه وانتوا تقرا ايه عشان اتاكد انكم مش نايمين مني. انا اقرا ايه وانتوا تقول الايه اللي وراها. حسن هو الحمد للرب بالترنم لاسمك ايها العلي. على ذات عشرة أوتار وعرباب على عزف العود. ما أعظم أعمالك يا رب وأعمق جدا أفكارك. إذا زهل أشرار كالعشب وأظهر كل فاعل الإثم فلكي يبادوا إلى الدهر. لأنه وذا أعداؤك يا رب، وذا أعداؤك يبيدون يتبدد كل فاعل الإثم. وتبصر عيني بمراقبية وبالقائمين علي بالشر تسمع أذناي. مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون. ليخبروا أن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه. أمين. يمكن تلاحظوا أن الكاتب المزمور بيسبح ربنا رغم أنه في وسط المزمور كان فيه مشاكل، كان في قائمين عليه بالشر، وكان في أعداء محيطين به، وكان في ناس زي ما بيعملوا النهاردة بيحاولوا إنهم يعملوا حرائق عشان إدمنتون تخرب أو ألبرتا. ده موجود، واللي احنا شايفينه ده موجود، لكن كاتب المزمور ما كانش باصص على ده، كان باصص على فوق إنه الرب موجود وإن الرب مسيطر وإن الرب متحكم، وبالتالي فكان بيسبحه رغم الظروف اللي هو فيها. عشان كده في الترنيمة اللي احنا هنبتدي بيها بتقول انه ملك الملوك لما يبقى الرب الملك كل اللي موجود على الارض بيخضع لسلطانه، وبالتالي فبيقول انا ليه اخاف رغم اللي انا موجود فيه، رغم الظروف اللي محوطة دي، رغم ان الظروف ممكن تكون مش مساعدة بأيا كان وضعها، لكن لما يكون الملك موجود وجالس على الكرسي فأنا مطمن رغم أن الظروف ممكن تكون معاكسة لأنه في إيدي. أفكاره عجيبة، وهنا بيقول ما أعظم أعمالك يا رب وأعمق جدا أفكارك. البليد ما يعرفش كتاب ما بيفهمش ده، بس أنا أفهمه لأن عارفه واختبرته. خلينا وإحنا في بداية الاجتماع نرنم، واللي تعب من النوم والأكل في المطعم ممكن يقف ويرنم. على فكرة الترنيم أحد أشكال العبادة. في ناس بتقول مش بنعرف نصلي، مش بنعرف نخدم، بس بتعرف تسبح وربنا بيحب يسمع صوتك. ملك الملوك سيد الأسياد ليك السلطان، وحدك رب العباد. Thank you.
وأنا لي أخاف وأنت الإله. قلوب الملوك في إيده، جدول الملاه بيغيرهم بيحركهم كما أراد وكما شاء الرب. مرة تاني للمزمور، تسبيحة يوم السبت، الراحة الحقيقية موجودة في المسيح وفي معرفة المسيح اللي قال أنه تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. أنا ما أعرفش إذا سمعت القصة دي عن واحدة ست شايلة قفة تقيلة فوق رأسها وماشية في الشارع، وبعد كده حد شافها يعني شفق عليها وعرض عليها أن تركب معي وصلها، وبعد كده ركبت معاه وبيبص في العربية في المراية فلقاها قاعدة وشايلة القفة فوق رأسها. فقال لها يا ستي يعني حط القفة على الكرسي. قالت له أنا خايفك تتعب أكتر، يعني أنت شايلني وكمان هتشيل القفة. فهي بتضحك، بس إحنا بنعمل ده. في ناس بتيجي للمسيح وتسلموا حياتها بس شايلة القفة فوق رأسها، وشايلة مشاكلها وأتعبها وهمومها، ومش عايزة ترمي الحمل كله عليه. وأحد الحمل اللي موجودين فيه هو أولادنا، حمل كبير وعبء كبير. لكن كاتب المزمور دوت بيقول الصديق النخل يزهو، مغروسين في بيت الرب، مش في بيتنا، في بيت الرب. في ديار إلهنا يزهرون، أيضا يثمرون في الشيبة ويكونون دساما وخضرا وخضرا، ليخبروا بأن الرب مستقيما. الأولاد يعملوا اللي احنا كنا بنعمله، زي ما كان بيقول القسيس نزار امبار. عشان كده دلوقتي هنسمع ترنيمة سولو من الأخ تريد، بيقول آمن بالرب يسوع هتخلص أنت وكل أهل بيتك، زي ما قال يشوع اللي سمعناه امبارح، وده شعار المؤتمر بتاعنا. أما أنا، لما يشوع يقول أما أنا، فمعناه أن الناس اللي حواليه مختلفة شوية عنه. كل الناس اللي حواليه كان بتعبد أصنام، بتعبد نفسها، بتعبد آلهة غير الرب. ودول كان شعب إسرائيل، قال لهم اعبدوا اللي أنتوا عايزينه، بس أنا وبيتي احنا مش بنعبد غير الرب. لو أنت كنت بتفكر في إله تاني، بتعبد إله تاني، ما فيش راحة غير في بيت الرب وفي قلب الرب. افتح بيتك، وسع قلبك، وكمان اجمع حبايبك واصحابك وخبرهم واعبدوا الرب. اخدوا ريت.
في الرب يسوع، آمن بالرب يسوع، خلص انت وأهلك، منور بيتك فرحة ولادك يباركلك عمرك. Very nice. God bless you. ربي يباركك أخ دريد. يا ريت يكون العددين الأخرانيين دول إنه في بيتك، مش بس هنا في بيتك، تفتح كتابك وتقرأ مع أولادك وتصلي وترنم. دي طريقة تبين بيها إنك بتؤمن بالمسيح. ما ينفعش تؤمن بالمسيح جوه الكنيسة وبره الكنيسة بتعيش حياتك بكيفية أخرى. الترنيمة اللي جاية مرة تاني، لو أنت أمنت بالمسيح، لو أنت عشت للمسيح، لو أنت حياتك كلها للمسيح، فمنطقي جدا أن يكون عندك فرح في المسيح، لأنه هو قال أنه إنه بيعطينا فرح وسلام مش اللي بيعطيه العالم. ففي ناس يعني في وسط الظروف الصعبة دي بتلاقيها مبتسمة وفرحانة وكأنه اللي بيحصل حواليها لا يعنيها في أي شيء. كان إبراهيم عايش وعايش غريب رغم إن الظروف اللي حواليه كانت مش كويسة، لكنه كان باصص فوق بقلوب فرحانة بنعلي غنانا. ليه؟ لأنه فدانا على الصليب، بنرفع تسبيح. هنا قال حسن هو الحمد للرب والترنم، هذا هو التسبيح، أن يخبر برحمتك في الغداء في الصباح الباكر وأمنتك كل ليلة بالليل. يعني من الصبح لليل هو مش بيعمل غير حاجة واحدة بس، بيسبح الرب، لأنه العمل الرب كتير قوي على فكرة. احنا حاسين ان هو يعني شيء كويس، بس ده كبير قوي اللي عمله. خلينا مرة تانية نفكر في كلمات الترنيمة اللي أجلسنا في السماء، بقى هو فرحنا وهدف أهدافنا، وده اللي احنا جايين عشان نسبحه. لو تعبتم القعدة ممكن تقفوا. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
الكنيسة تشبه بالعروس، والعروس دي ما هو جسد المسيح، هو عروس. احنا جسد المسيح، المسيح راسه، والمسيح عشان يجيب عروسة مجيدة تشابهه في كل شيء مات لأجلها وافتداها وخلصها من كل ما يعيقها عن المجد. وده اللي كان بيحصل في سفر نشيد الأنشاد لما العروس كان بتكلم العريس وبتقول ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. أنا عارفش في ناس بتدوق الخمر، أنا بتعب منه، لكن في ناس بتسكر في الخمر وخلاص بتروح عن الوعي. لكن الخمر بتاع المسيح مش بيغيب عن الوعي، بالعكس ده بيحطك في قمة الوعي، إن أنت تدرك ما هو طول وعظمة وعمق محبة المسيح التي تحصرنا. وده اللي كان بيقوله بولس في أفسس 2. عشان كده في الترنيمة اللي جاية بتقول حبك أطيب من الخمر أشبع. أنا مش عارف إذا أنت شبعت ولا لسه جعان، لسه بتاكل من الخرنوب بتاع العالم اللي مش بيشبع. أنا مريض حبا في شخصك، زي ما يكون واحد مش لاقي أي متعة ولا أي فرحة ولا أي سعادة إلا في الشخص اللي مات لأجله وحبه وفداه وبقى هو حياته. عشان كده الترنيمة اللي جاية دي بتقول فيض بالنعمة ورويني، لو أنا كنت ناقص ومش قادر أحس بيك أو قادر إن أنا أشبع بيك، فيض بالنعمة ورويني، اسمع لشوقي وحنيني، أنا عايز أدخل العمق. وأنت النهاردة عندك فرصة إنك تدخل عمق لو أنت حطيت عينك وقلبك على كلمته وحبتها ولهكت فيها نهارا وليل. حبك أطيب من خمر، مع بعض. Oh,
قبل ما نختم بآخر ترنيمة، أنا حاسس إن في ناس بترنم يمكن مش فاهمين شوية اللي بيقصد المرنم لما بيقول أنا عايز أدخل عمق. لو أنت رجعت مرتين المزمور اللي كنا بنقراه بيقول ما أعظم أعمالك يا رب وما أعمق جدا أفكارك. بولس لقط الآية دي وفسرها في كورنثوس الأولى. عارف فين أعماق المسيح تظهر وتبان؟ شوف اسمع بولس بيقول إيه. بولس بيقول إنه في كورنثوس الأولى بيقول إنه الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لما الروح فحص أعماق الله عارف إيه لقى جوه؟ عارف حد يعرف إيه اللي لقى جوه؟ حد ممكن يجاوب ده؟ نعم؟ أكتر من محبة ظهرت فين؟ ظهرت في الصليب. كان بولس قال لأنه في هذه مكتوب لم يخطر على بال ولم ترى تسمع به أذن ولم يخطر على بال ما أعده الله الذين يحبونه، أعلنوا لنا بالروح الأشياء الموهوبة لنا بالله كان موجود فيها في الصليب. يبان عمق المسيح، صليب اللي الناس مش بتقبله، صليب اللي بيكون عفر للناس، ده أعمق شيء عند الله أن يظهر محبته بطريقة محدش كان متخيلها، محدش كان مصدقها. عشان كده أشعياء 53 بيقول من صدق خبرنا، ولما استعلنت ذراع الرب كان في الصليب. عشان كده آخر ترنيمة بنختم بيها قبل ما يجي الأخ نزار بتقول لا مثل لك بين الآلهة يا رب. أنا عارفين ماذا اسم لك في كل ما صنعته في المخلوقات والشمس والأمر، كل دي عملها بكلمة على فكرة، بس الصليب أخذ آلاف السنين من ده، من أزل هو بيفكر فيه وشغال فيه وللأبدية يوصل معانا. لا مثل لك يا رب ولا مثل أعمالك أنت، ظهرت فين؟ في الصليب. أنت صانع عجائب، عشان كده أنت الله وحدك. يلا آخر مرة هنقف مع بعض ونهتف بحماس لا مثل لك يا رب. شكر كل تسبيح من جسدك الممجد لأنك أنت وحدك الله، وإذا أنت كنت في صورة الله لم تحسب خلسة أن تكون معادلا لله، لكنك أخليت نفسك أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وزوجت أطعت حتى الموت، موت الصليب. شكرك لأجل الفداء ولأجل عمل النعمة الذي ظهر فينا. رب من فضلك كما باركنا في الترنيم نطلب منك يا رب أن تتكلم في عبدك القس نزار.
وها نحن سامعين لكل كلمة، لكل إكرام وكل مجد. تفضل أخي نزار. صباح الخير. وجهكم منور. آمين آمين. على فكرة هذا مؤتمر مميز، خليني أقول أول إشي واضح حضور الرب موجود في المكان، المحبة الأخوية والشركة واضحة جدا، كل شيء متكامل، المكان جميل جدا على البحيرة، الغرف كتير حلوة، منصلي إنه هذا الضباب ينقشع ورائحة الدخان برا بسبب الحرائق يزول، وهيك الجمعة الحلوة مش جمعة كبيرة ولكن جمعة أخوية، عم بحس إنه بين إخوتي وأخواتي وهذا شيء جميل جدا. ربنا يبارككم. يعني عم بتأمل كل وجوه، بتهيأ للأغلبية بعرفكم في أكم وجه جديد، إن شاء الله بيكون لنا فرصة إنه نتعرف على بعض أكتر. طبعا الأخ دونالد أنت حبيبنا وشيخنا وعلى راسنا، ونصليك يا رب يعني مثل ما بقول الكتاب السيد الرب قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. بصلي ربنا يعطيك رجلين الغزلان. نرجع لسفر يشوع، سفر يشوع النبي. خلينا نركز على الآية 14 والآية 15 في هذا الصباح. فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة، وانزعوا الآلهة الذي عندهم الذي عبدهم، وانزعوا الآلهة الذي عبدهم آباؤكم في عبر النهر وفي مصر، واعبدوا الرب، واعبدوا الرب. وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم، وأما أنا وبيتي فنعبد الرب، وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. تعرفوا أحبائي معاملات الله عجيبة وعميقة جدا. خليني في البداية النقطة الأولى بحب أوصف وأشخص الحالة. يشوع عم بيعمل مقارنة، وهذه المقارنة كانت مدركة في أذهان الجيل الثاني أو الجيل اللي ما بعد الجيل الأول. تتذكروا الجيل الأول خرج من مصر وبعدين عصوا الرب، والرب أهلك جيل كامل ما عدا يشوع وكالب، وطبعا كل الجيل من ابن 20 وما دون كانوا خايفين طبعا على أولادهم، فالرب قال أولادكم هن اللي رح يفوتوا يدخلوا الأرض، وأولادكم هم اللي رح يعبدوا الرب. فكل هذه الصور موجودة في أذهان طبعا المجتمع والجيل الثاني. والمقارنة بين الإلهي، المقارنة بين آلهة الأمم والرب الإله الواحد طبعا مقارنة كبيرة جدا. فالشعب يدرك خطورة عبادة آلهة غير الإله الحقيقي، والشعب رأى عندما رفض الرب والعبادة. أحبائي هون يعني مكتوب في إحدى الآيات إنه إسرائيل رجع بقلبه إلى مصر لما ابتدأ يشوف الضيقات،
وجرب الرب 10 مرات، وفي كل مرة الله عم بيعمل شيء، ولكن بتشوف في نوع من المقاومة وفي نوع من الرفض. فهنا يشوع بيتكلم عن آلهة ما بين النهرين، الآلهة اللي كانت في العراق قديما، آلهة بابل، وطبعا آلهة المصريين وآلهة الكنعانيين. آلهة المصريين لأن المصريين كانوا السوبر باور، القوة العظمى، وكان فرعون يعتبر نفسه إله، وكان يذل الشعب ويستعبد ويقمع الشعب بقساوة وبضراوة أيضا. ولكن عندما ضرب الله مصر الضربات 10، هي بالحقيقة الضربات كانت ضد آلهة مصر، ليثبت الله أنه هو الإله الحقيقي وحده. وفعلا الشعب رأى هذه الضربات على مصر، ورأوا أن الله هو الإله الواحد الوحيد الذي ينبغي أن يعبد وليس إله آخر. ثم آلهة ما بين النهرين يتكلم على بداية طبعا مسيرة الشعب، عندما خرج إبراهيم من أرض أور الكلدانيين، وعائلة إبراهيم كانت تعبد هذه الآلهة الوثنية. وعلى فكرة في تطور في الآلهة، فمثلا في زمن إشعياء تقرأ عن الإله بيل ومردوخ وآلهة البابليين، وكانوا بيعتبروا أي انتصار ينسبوه إلى الآلهة. مشان هيك مهم جدا كان انتصارات الرب في العهد القديم هي انتصارات على الآلهة. ولكن الأشرس والأضر هي الآلهة، آلهة الكنعانيين. فهذه الآلهة كانوا يمارسوا كل أنواع العبادات، منها أحبائي الشذوذ الجنسي والاضطجاع مع الحيوانات حتى، وأيضا وصل الوضع أن يجيزوا أولادهم بالنار، يعني كانوا يقدموا أولادهم ذبائح لله. فمشان هيك الكتاب بعلم أن لا نكون مثل المصريين أو الكنعانيين، لكن شعب متميز. الله أخرج شعب متميز عن سائر الشعوب من خلال الوصايا ومن خلال العهد ومن خلال الاختتان ومن خلال مرافقة وعشرة الله مع هذا الشعب، وسير الله مع الشعب في البرية، سواء في عمود من سحاب أو عمود النار. وأيضا كان بيتواصل مع الشعب من خلال خيمة تسمى خيمة الرب أو خيمة الاجتماع، وكان الله بيتكلم مع موسى ومع هارون، وكان بيتواصل مع الشعب، فكان حضور. فإنه الشعب كان بيتميز إنه الله سائر معاه، إنه بيتمتعوا برفقة الله. ولكن مع كل هذا الشعب كان متمرد جدا وعصى الله. النتيجة رفض الله له طبعا كمان عواقب وخيمة، وهذه العواقب إنه الله دان الشعب القديم. والشعب أحبائي وصل إلى سهول مؤاب عبر الأردن. وموسى عم يتكلم بسفر الشريعة الثاني اللي ما يسمى بسفر التثنية، وفي هذه الشرائع عم بذكر كل الجيل الصغير اللي كبر في البرية وشاف معاملة الله وشاف معجزات الله، ورأى إنه كيف الله انتصر وشق البحر الأحمر ومشي معهم وطعمهم أطعمهم المن مدة 40 سنة، ومن الصخرة كان بيعطيهم أو بيشربهم الماء. فرأوا كل معجزات الله وآيات الله وعجائب الله وقدرة الله وتفوق الله على سائر الآلهة. وهذا طبعا هذه المقارنة تثبت، يعني كأنه يشوع عم بذكرهم إنه أنت شفتوا إنه ما في نفع لا الآلهة.
وما في أي ضرورة لهذه الآلهة، لأنهم عبدوا المخلوق بدل ما أن يعبدوا الخالق كما قال الرسول بولس. كانوا يعني ينحتون آلهة وأصنام من الحجارة، أو يعني كما يقول إشعياء كانوا بيقطعوا الشجرة، نصف الشجرة كانوا بيستخدموها للاستدفاء، والنصف الآخر كان بينحتوها تمثيل، ومن بعد ما يخلصوا صنعها كانوا بيسجدوا للأصنام والتمثيل. والرسول بولس شرح أنها عبادة شياطين، أنهم يعبدون الشياطين. فإذن لا توجد آلهة أخرى إلا الإله الواحد الحقيقي، ولكن الشيطان يوهم الناس إن الله عنده طرق أخرى وإن الله عنده عبادات أخرى. واليوم عم بيكلمونا بفكر النسبة أو الحرية النسبية أو المعرفة النسبية أو الحق النسبي، إنه كل إنسان عنده حق وكل إنسان عنده معرفة، إن الله بيتعامل من خلال كل الناس. ولكننا نؤمن إنه الحق المطلق هو موجود في الكتاب المقدس. فالإله الذي نعبده هو الإله الحقيقي وحده في الكتاب المقدس، والكتاب الوحيد هو دستور وحياتنا وإيماننا هو الكتاب المقدس، والمخلص الوحيد الذي نتبعه هو الرب يسوع المسيح، الذي قال عن نفسه: أنا هو الباب، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ومكتوب عنه: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فواضح من هذه المقارنة إنه الكتاب المقدس لا يتهادن على حساب الحق الكتابي، ولا يساوم في الأمور الروحية، ولا يساير شعوب أو آلهة، أو يتنازل عن العبادة الحقيقية. فللرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وهذا الأمر مكرر مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس. فبيوصف الحالة أمام الشعب، والشعب أدرك إنه في معاملات إلهية، وإنه الله أثبت قدرته وعلمه وتفوقه على سائر الآلهة. وهذا بيقودني أحبائي للنقطة الثانية، اللي هي كمال حرية الإنسان. لأنه خلق الله الإنسان كامل، ولكن بإرادته وبحريته عصى الله. ومع كل هذا، الفداء هو فكرة إلهية، هو إرادة إلهية، هو إنجاز إلهي، وهو مبادرة إلهية. فإذن لا دخل للإنسان في هذا الموضوع. الإنسان حاول أن يستر عريه بأوراق التين، ولكن سرعان ما تجف الأوراق. ولكن يقول الكتاب أنه صنع أقمصة من جلد، وهنا ابتدأت فكرة الذبيحة في موضوع العبادة. وعندما صنع أقمصة من جلد، ولكن الشيء اللي بيلمسني واللي فعلا بيخليني أشعر بخجل على خطيئتي وعلى عاري، إنه الله نفسه، الإله الحي القيوم، الإله الذي له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر، مكتوب ألبسهما. يعني تخيل، يعني في أمهات هون بناتنا؟ فيش أمهات؟ حد عنده أولاد؟ أولادكم كانوا بيبز، كيف الأطفال بتعملوا معهم؟ بتشيل، بعدين شو بتعمل؟ بتلبس. مش هو بلبس نفسه؟ إنه الله نفسه
ألبسنا فرحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإله خلاص، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مجدا للرب. فإذا الرب نفسه هو اللي غطى العورة، هو اللي ألبسنا، يعني أخذ زمام المبادرة. وهكذا يسوع المسيح هو اللي أخذ زمام المبادرة وفعلا تمم الفداء، لأن الفداء هي فكرة إلهية. فوجد فداء أبديا الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، لاحظ دم المسيح، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكنه أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلك، من أجلي، ومن أجل كل إنسان. وهذه المقارنة أحبائي هي مقارنة أنه لا نستطيع أن نتنازل. فمرات يعني بقول لك كبر دماغك، يعني الله عنده آلهة وعنده طرق وكذا. الله مش مشكلة أنه يكون عنده يعني طريقة، ممكن يتعامل بطرق. لا أحبائي، فالله في الكتاب المقدس بدون أي تنازل هو الإله الوحيد، والكتاب المقدس هو كلمة الله الحية الموحى بها الثابتة إلى الأبد التي لا تتغير. ويسوع هو المخلص الوحيد وليس بأحد غيره الخلاص. ولكن أحبائي، يعني امبارح أعطيت بس فكرة بسيطة من يشوع، ولكن خلينا نرجع أحبائي. يقول والآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة، بكمال القلب. فالقلب المجزأ لا يستطيع أن يعبد الله بكمال. والأمانة هي تعبير عن القداسة الداخلية التي تتشبه وتتحد في يسوع المسيح. ولاحظ يقول أيضا وانزعوا الآلهة. ولاحظ في كل نهضة، في كل معاملة إلهية، يعني لما يعقوب تعامل مع أهل بيته طلب أنه ينزعوا الآلهة والأصنام والأوثان الغريبة، وفي كل مكان كان الله بيطالب أنه ننزع الأمور التي أخذت مكانا أو أولوية في حياتنا. فإذا هون أحبائي، فقبل ما يعني بيقرر، أنت محتاج تعمل شيئين مهمين. واحد، أن تخشى الرب، أنك تخاف الرب، خوف، تخاف الرب. وفي نفس الوقت أن تعبد الرب بخوف وبكمال وبأمانة. والشق الآخر لذات العملة هو أن نتقدس. تقدسوا لأني غدا سأعمل في وسطكم عجائب. فإذا محتاج إنه الرب بالروح القدس يحرق كل زغل وشوائب من حياتي، كل آلهة غريبة، كل أولويات في حياتي تحتاج إنه تتعدل. فالفوكس في موضوع العبادة هو الرب. رح نيجي على هذا الموضوع بإذن الرب. فطالما إنه ركز على هذا الأساس، والآن طبعا إن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا. وهنا أحب الشيء الثاني، كمال حرية الإنسان، أو بكلمات أخرى التقديس للإرادة البشرية. أنتوا سمعتوا أنه في آلهة الأموريين اللي هو أرض كنعان، في آلهة المصريين، وفي آلهة البابليين، وأنتوا شفتوا العواقب وشفتوا النتائج. ومع كل المعاملات الإلهية، إذا ساء الأمر في عينيكم أنه تختار من تعبد، اختاروا لأنفسكم. وهنا أحباء الشيء الجميل،
إنه جمال الحرية وكمال الحرية والمثال في الحرية الحقيقية إن الله بيطالب ليس إرغاما ولا إجبارا ولا يعني بيغصب الإنسان، الله يعني يمكن بمحبته بيجتذب الإنسان، بينصح الإنسان، بينبه على الإنسان، بصحح أمور، ولكنه لا يجبر. ففي كل أمور حياتنا إنه قرار، إنه اختيار، وفي أي قرار وفي أي اختيار يحدد مصيرك، يحدد حياتك، يحدد هويتك، ويحدد مصيرك الأبدي أيضا. فبكل صراحة واجه هذا الشعب وقال: فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر في العراق، وإن كان آلهة الأموريين اللي أنتوا داخلين عليهم أو دخلنا عليهم في أرض كنعان، لأنه هذا الإصحاح الأخير. وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. فعلا الله يدعو لقبوله من خلال المحبة، ولكن برضو قال شيء مهم جدا. فقال يشوع للشعب في آية 19: لا تقدرون أن تعبدوا الرب لأنه إله قدوس وإله غيور، هو لا يغفر ذنوبكم وخطاياكم. حبائي، نفسي في الكنايس إنه نبتدي نتعلم عن طبيعة وجوهر الله، نتعلم عن صفات الله. فهمنا وإدراكنا لصفات الله وطبيعة الله هذا يقودنا للعبادة العاقلة، العبادة العقلية، والعبادة بإرادة وباختيار، العبادة من قلب كامل ومن محبة كاملة والتزام كامل. فالله قدوس، والله مكتوب عنه إله غيور، وأيضا مكتوب عنه أن الله هو نار آكلة لا يبرئ. أحبائي، فالعملية فعلا الله محبة، ولكن لا تتساهل أنك تستخف في الله في طريقة معاملة الله، فمخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. فالله غير مجزأ، والعبادة ينبغي أن تكون غير مجزأة. الله لا يجبرنا ولكن يقودنا بالمحبة. بالمحبة أنت بتختار، ولما نتكلم عن التكريس منوضح الفكرة أيضا. فإذا الله مش عم بيفرض فرض علينا، وهون يعني العمل اللي الله طلبه من موسى كمله على جبل مؤاب. الرب أخذ موسى وروح الرب كان على يشوع، ومن سهول مؤاب دخلوا الأردن، يعني دخلوا نهر الأردن، وأول منطقة كانت في الجلجال. خليني أرجع بس عشان تاخذوا فكرة عن يعني كيف معاملة الله، حتى نفوت في عمق طبعا موضوع العبادة. فطبعا لما دخلوا الأردن دخلوا الكهنة بالأول حاملين تابوت العهد أو تابوت الرب، ولما دخلوا الأرض انشق الأردن، اتفتح في أيام يشوع، اتفتح في أيام مين بتذكر؟ لا إيليا، وفي أيام مين؟ إليشع. تذكروا إيليا لما ضرب الرداء في المي، موسى لا شق البحر، بحر صوف. أنا بتكلم عن نهر الأردن. وهنا أحبائي بحال ما داست بطون أقدامهم النهر اتشق في وسط الأردن، ومياه الأردن رجعت إلى مكانها. فالشيء الأول أحبائي، وضعوا 12 حجر
التي أخذوها من الأردن من جوا من المي نصبها يسوع في الجلجال، عشان إذا سأل بنوكم غدا أباءهم قائلين ما هذه الحجارة تعلمون بنيكم قائلين على اليابسة عبر إسرائيل هذا الأردن، لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأردن من أمامكم حتى عبرتم، كما فعل الرب إلهكم ببحر صوف الذي يبسه من أمامنا حتى عبرنا. هاي لإلكم لأولادكم شيء تاني، لكي تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية، لكي تخاف الرب إلهكم كل الأيام. فالشيء الأول أحبائي، دايما في شهادة، والشهادة كانت عبارة عن الأحجار التي شهدت، ومثل ما ذكرت يعقوب وضع حجارة في بيت إيل، وفي كل مكان كان يحطوا حجارة، ولما صنعوا العهد في عند جبل جرزيم وعبق نفس الشيء حطوا حجارة شهادة. حتى اليوم لما تروح على جبل الزيتون، جبل الزيتون هو مقبرة كبيرة. اليهود بيختلفوا عن المسيحية، المسيحية احنا منحط الورد على القبور، هما لا بحطوا الحجارة. لاحظت يا أخ إبراهيم؟ جبل الزيتون بحطوا الحجارة شاهدة، يعني كان في هذا المكان في هذا الموقع. فالحجارة هي الشهادة على ما فعلوا الله من آيات عظيمة. فهذا مهم جدا لأولادنا عشان لما بيسألوا، ومهم للناس عشان تعرف إنه إلهنا إله حي، مش إله ضعيف، إله قوي، إله يستطيع أن ينفذ طبعا كل مخططه. شيء ثاني في الجلجال عملوه، وعد فخت في آية 2، اصنع لنفسك سكاكين من صوان وعد فخت بني إسرائيل ثانية، لأن الاختتان كان علامة العهد، والعهد إنه الشعب القديم هو الشعب متميز، والكتاب بيحكي عنا أن احنا صرنا شعب متميز، أما أنتم إيه؟ فجنس مختار، كهنوت ملكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. فالشيء الثاني كان لازم كل، لأن هذا الجيل الثاني لازم يختتن، والاختتان كانت علامة ورجوع إلى الدخول إلى العهد مع الله. شيء تالي في آية 9، اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر، فدعي اسم ذلك المكان جلجال. جلجال يعني دائرة، تتذكروا بقول الكتاب بحيرة الجليل، جليل يعني بتعني دائرة، الجلجال إلى هذا اليوم. طبعا بقول دحرجت عنكم العار، يعني كل عبودية الماضية انتهت في حال دخولهم إلى الأرض، إلى أرض كنعان. الرب دحرج كل عار مصر وعبودية مصر وذل مصر وقهر مصر، وكل الحياة القديمة تحولوا من جماعة عبيد إلى شعب حر يمتلك أرض، فدحرج العار. بتعرف أحبائي، واحدة من أصعب الأمور في حياتنا المسيحية، منيجي على الكنيسة وبعدنا منعاني من إحساس العار والخزي بسبب الماضي، ولا أحد يعرف إلا الله، وأنت في داخلك وقلبك عايش حياة الهزيمة من أيام طفولتك ومن أيام شبابك، وبسبب قراراتك واختياراتك الخاطئة دفعت الثمن. ولكن أحبائي نشكر رب إنه الله هو إله الحرية، فهو يدحرج جلجيل أو متجلجيل، يدحرج عنا العار، بل يزيل، بل يمحو خطايانا
كما يقول الكتاب ولا يذكرها بعد. خلاص بتنسى العناء، بتنسى الشقاء، بتنسى العبودية، بتنسى الذل، بتنسى الخزي، العار في حياتك الماضية، وتتحرر وتنطلق. وهذا كان أحبائي مهم جدا، إنه الرب في هاي المنطقة لما قبل ما يبتدوا في احتلال الأرض وبعدها تقسيم الأرض، كان لازم يكون عندهم الشعور إنهم شعب، شعب الله، شعب متحرر، شعب إله قيمة، شعب إله أهمية في عين الله. وهذا مهم جدا أحبائي في العبادة. فأنت تتفرغ، مش الترنيمة بتقول لننسى أنفسنا، we forget ourselves، ونتأمل، يعني بيكون خلاص مش شايف حد إلا وتركيزك كله على الرب. بتشخص عينيك مثل استفانوس على الرب، فما بتعودش تشوف أي ماضي، أي شيء. الماضي بذكرنا بالأشياء اللي بتفيدنا لأنه تغلبنا عليها حتى تكون شهادة لكل من حولنا. شيء رابع في آية 10، فحل بنو إسرائيل في الجلجال وعملوا الفصحى في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء في عرفات أريحة، وأكلوا لأول مرة، وأكلوا من غلة الأرض في الغد بعد الفصح. هون رجعوا يحتفلوا بالفصح، لأنه خلال 40 سنة ما احتفلوا بالفصح. فالفصح يذكر شعب إسرائيل الخروج من أرض العبودية، من أرض مصر، ولأول مرة بدخلوا على بلد فيها بيوت جاهزة، فيها ثمار جاهزة، فيها غلة جاهزة. واللي ما راح على فلسطين بقول روح وشوف كم هذه الأرض فعلا تفيض لبنا وعسلا. فلأول مرة ابتدأوا يأكلوا مش المن، ابتدأوا يأكلوا من الفواكه ومن الخضرة ومن الثمر ومن الغلة. وفي نفس الوقت أحباء احتفلوا بالفصح. وفي الجلجال انقطع المن، فخلاص احنا شفنا معاملات الله. 40 سنة كان بيصنع معجزات، والآن بقوة الإيمان ننطلق، فنبتدي نأخذ الأرض ونتملك ونأكل من شجر الأرض. انقطع المن. بعدين شيء مهم جدا بالنسبة هون ليشوع في آية 13، وحدث لما كان يشوع عند أريحة، ما هي الجلجال بجانب أريحة، أنه رفع عينيه ونظر، وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده، فصار يشوع إليه وقال له: هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ فقال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب، الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد وقال له: بماذا يكلم سيد عبده؟ فقال رئيس جند الرب ليشوع: اخلع نعلك من رجلك، لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقدس. ففعل يشوع. أحبائي بكل بساطة مقابلة، إحنا محتاجين نتقابل مع الرب، يمكن مش مثل يشوع، ولكن من خلال حضوره، من خلال روحه، من خلال كلمته، نتمكن أحبائي حتى نعرف نصنع القرار الصحيح. ولاحظوا كان ملاك الرب كلامه: أنا مش معك ولا ضدك، أنا ملاك الرب، الله بخدش جانب. كان كل الغرض من شعب إسرائيل دخول أرض كنعان للقضاء والدينونة، لأنه أعطاهم 450 سنة، 430 سنة أن يتوبوا وأن يرجعوا، وكان عارفين الآيات اللي صنعها في مصر، ومع كل هذا لم يتوبوا ولم يرجعوا للرب. فالشيء الثاني أحبائي هو حرية. الله بعد كل المعاملات وراهم في الجلجال، وهنا في الخطبة الوداعية الأخيرة عم بحط هذا القرار المقدس أمام عيونهم،
فاختاروا لأنفسكم من تعبدون. ثم أحبائي الشيء التالي اللي أنا بسميه أهم قرار أو القرار الأعظم. هنا الشعب أحبائي قال حاش لنا أن نترك الرب لنعبد آلهة أخرى. وبعدين إني بعرفه لأن الرب هو الذي أصعدنا وآباءنا من أرض مصر من بيت العبودية، أدركوا معاملات الله. الذي شيء تاني، الذي عمل أمام أعيننا تلك الآيات العظيمة. شيء تالت، وحفظنا في كل الطريق التي سرنا فيها وفي جميع الشعوب الذي عبرنا في وسطهم وطرد الرب. فنحن أيضا نعبد الرب لأنه هو إلهنا. بعدين بقول يشوع في آية 22 هني بركز وبقول لا بل نعبد الرب نعبد. فقال يشوع للشعب أنتم شهود على أنفسكم أنكم قد اخترتم لأنفسكم الرب لتعبدوه. فقالوا نحن شهود. مرة تاني، انزعوا الآلهة الغريبة في وسطكم وأميلوا قلوبكم إلى الرب إله إسرائيل. فقال الشعب ليشوع الرب إلهنا نعبد ولصوته نسمع. وقطع يشوع عهدا للشعب في ذلك اليوم وأخذ حجر كبير ونصبه تحت البلوطة اللي هي صارت مقدس الرب وشهادي على هذا القرار العظيم. تعرف أحبائي مين اللي ممكن يشوفنا إنه إحنا فعلا بنعبد الرب؟ مين أقرب الناس إلنا؟ الزوج، الزوجة، والأولاد. مشان هيك يشوع حسم أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يعني you can fool anyone، ممكن تضحك على أي واحد، بس يعني تتخيل أنت عم بتسبح الرب في الكنيسة وزوجتك عم تتطلع عليك، هو ولا مش هو؟ يا ريته في البيت، عارف؟ فأقرب الناس هي الشهادة عليك. فانتبه برضو، انتبه، لأنه مرات أحبائي أقرب الناس إلنا ممكن يكون الشهود علينا، سواء بكلامنا، بتصرفاتنا، بسلوكنا. شوفوا الكتاب المقدس حسم الأمر، حتى الرب يسوع كرر الأمر، قال تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، من كل نفسك، ووصية مثلها تحب قريبك كنفسك، لأن هذا أو بهذا يتعلق، يعني عارف، يتعلق كل الناموس والأنبياء. فحب الرب سوبريملي، يعني تحبه من كل القلب أعلى الدرجات، ما فيش محبة أخرى. فالرب يسوع قال من أحب أبا أو أما أخا أو أختا فلا يستحقني، حتى قال حتى من لا يبغض نفسه لا يكون لي تلميذا. جاءوا ليسوع وقالوا له هو ذا أمك وإخوتك ينتظرونك في الخارج. أجاب وقال من هم أمي وإخوتي؟ إن أمي وإخوتي هؤلاء الذين إيش؟ يسمعون كلام الرب ويعملون به. فمحبة الرب من كل القلب. شيء آخر، الرب يسوع قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فاحنا في أولوية في حياتنا. امبارح انبسطت من الترنيمة لأنه فعلا هي ترنيمة، ناظرين إلى رئيس الإيمان، فهو رئيس الخلاص ورئيس الإيمان ورئيس السلام وهو رئيس الحياة، فهو الكل في الكل، لأن منه وبه وله كل شيء. فالتركيز هو فقط على الرب. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب
مستهينا بالخزي. أحبائي، فإذا هذا القرار إنك أنت بتحسم، أنا دائما بقول بالنسبة لإيمان هو مش بس أنا تبعت الرب يسوع، بل أنا صممت أكون جندي ليسوع المسيح لا رجوع إلى الوراء. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. تتكلم عن التسليم الكامل، الخضوع الكامل، الولاء والانتماء الكامل. فهي مش مجرد اتباع بتحاول ترشي الله بشوية عبادات باطلة، ولكن تركيز كل تركيزك كل قرارك إنك اتخذت يسوع المسيح رب وسيد على حياتك. وبعد ما أنت بتعمل هذا القرار لابد أن يكون في اعتراف إنك أنت فعلا كما فعل لا بل الرب نعبد، نحن أيضا نعبد الرب لأنه هو إلهنا. قرار، وهذا الشيء الرابع، يعني قرار بدون تسرع، بدون يعني أي تهاون، بل في تركيز هام. تعرفين في العهد الجديد بيتكلم عن بعض التلاميذ، واحد شاب غني قال له اتبعني، وبعدين مكتوب عنه مضى حزينا وقال من الأسهل دخول جمل بثقب إبرة خير من أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. فسأل بطرس فمن يستطيع أن يخلص؟ أجاب يسوع وقال الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. فإذا هذا عمل. ومرة تانية في لوقا بيتكلم عن تلاميذ، واحد قال له أتبعك أينما تمضي؟ أجاب يسوع وقال للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. وقال للتاني اتبعني، قال له حاضر بس على فكرة، بس على مهلك شوي، دعني أدفن أبي أولا. قال له دع الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. قال للتالت اتبعني، قال له بس خليني أودع أهل بيتي على الأقل. حبيب أمك خليك في بيتك. وهنا القانون الذهبي للخدمة، ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السماوات. طيب، قلنا في العهد القديم كانوا بيعبدوا آلهة الأموريين والكنعانيين والمصريين والبابليين، وعبادة بعل في صور وصيدة وإلى آخره. هذا موضوع كبير، موضوع الآلهة في الكتاب المقدس. طب وإحنا في العهد الجديد؟ الكتاب واضح، أي شيء يصبح أولوية في حياتك فيعتبر صنم. مشان هيك قدم أغلى ما عندك على مذبح الرب. مرة عم بوعظ بقول حتى لو كانت أغلى ما عندك زوجتك، فواحد مش فاهم علي، أنا بحكي لغة عربية بس مش فاهم علي، قال لي يعني أنا ما فهمتش عليك، يعني زوجتي أذبحها؟ قلت له لا حبيبي، أنا قلت على المذبح وليس المذبحة. فكان مفهومه غلط. فالفكرة أنه أغلى ما عندك يكون مقدم للرب. فطبعا الرب يسوع قال في العهد الجديد لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. هو في إلهين بس، إله الكتاب المقدس وإله المال اللي هو بتيجي تحت كل الديانات الأخرى. إما أن يبغض الواحد أو إيش يحب الآخر أو يحتقر إلى آخره. فإذا مفيش حل، يا إنه الرب يا إنه فيش إشي اسمه وسطية في العهد الجديد.
فيش شيء انك تمسك العصاي من النص، تحب الرب. ففي سيد اسمه المال، وصدقوني انتوا بتفكروا مبالغه، في ناس بتعبد المال. المال صنم كبير، وعلى فكره اللي بيعبدوا المال الفقير والغني. الفقير عنده مشاكله والغني عنده مشاكله، ولكن اين القلب؟ يسوع وبخ اليهود، هذا الشعب ايش يكرمني بشفتيه، اما قلبه ايه؟ فمبتعد عني جدا. محبه المال، محبه العالم. اما تعلمون ان محبه العالم هي عداوه لله؟ يعقوب 4:4، رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 من آية 15: لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الأب. لأن كل ما في العالم إيش؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، وتعظم المعيشة، هذا ليس من الأب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته. وأما إيش؟ محبة الرب فتثبت إلى الأبد. مزبوط أخوي، كورنثس الأولى 7، هيئة هذا العالم ستزول. مزبوط. فإذا أي محبة؟ فعلا في ناس بتحب أولادها، بتحب زوجاتها أو أزواجها أكثر ما بحب الرب. بقولك ما هو الرب فاهم. لا لا، في مخافة، بتعبد الرب بخوف. لأن هذا الموضوع مش عم نعلمه أحبائي في كنائسنا، في محبة المال ومحبة العالم، محبة الأشياء. في عبادة أخرى هي محبة الجمال، وهي كان اللي خرجت منها على فكرة بدعة الغنوصية. الغنوصية كانت ترفض مجيء المسيح بالجسد. المسيح كان مجرد طيف، خيال، شخصية هلامية. فاهم علي؟ كابيش؟ فاهم علي؟ أوكي. فقال لك لا، المادة شر، وكل شر يعني مستحيل يكون يسوع. فابتلأت تنحرف أكتر، فصار يطلع منها بدع، اللي منها بدعة النيكولاويين اللي انغمسوا في حياة الشرور. وابتدأت فلسفات يونانية منها الهيدينيزم، حب اللذة وحب المتعة في الفلسفات القديمة. فأصبح الجمال، مشان هيك اليونانيين كانوا بقدسوا الجمال، مشان هيك تشوفوا بالألعاب اليونانية رجال أو نساء متعرين بالكامل، لأنه بيفتخروا بالجسد. فكان حب الجمال، حب اللذة، حب المتعة أصبح صنم وأصبح إله في حياتهم. أحبائي، أي أولوية أخرى أمام يسوع يصبح صنم. حتى في الكتاب بقول الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، يعني اهتموا بكل الملذات والمتع الأرضية بدل ما أنه يتلذذوا بالرب يسوع المسيح. فاليوم أحبائي، اختاروا لأنفسكم، واختار بحكمة، واختار بصنع القرار، انه ما تتبع اله الاشرار، ولكن تعمل قرار واقرار انه للرب الاله نسجد واياه وحده نعبد. قال يسوع: وهذه الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسل. خلينا نصلي أحبائي، منكمل في المساء. يا رب منشكرك ومنعظم اسمك. خلينا مثل مريم، فاختارت مريم النصيب الصالح، أو كما هو مكتوب في سفر التثنية، اختار البركة. قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك. يا رب
نحن نختارك أنت ونصمم مرة أخرى أنك أنت هو الإله الحقيقي وحدك، وأنك أنت الرب يسوع المخلص الوحيد، ليس بأحد غيرك الخلاص. ندعوك، نتوجك رب وملك وسيد ومخلص على حياتنا وكياننا. بارك على إخوتي وأخواتي، أعطيهم طاقة وراحة في نفس الوقت في الجسد ونشاط في الروح. باركنا جميعا في اسم ربنا يسوع، آمين. يباركك أخ نزار. احنا لما اخترنا عنوان المؤتمر ما كانش كنتش متوقع انا عن نفسي انه ندخل في مسألة الاختيار ما بين الله او اله اخر، لانه في الواقع في اليومين دول اللي احنا عايشين فيهم في ناس بتظن انه العهد القديم بيحكي عن آلهة اخرى ووثنية وهكذا. انا كنت اقرا مع الاخ نزار آية بتقول انساكم في اعينكم انكم تمشوا وراء الله. طب ليه اللي اخرجك من مصر وعدى بيك كل دوت ليه يسوق في عينك انك تكمل وراء؟ الاجابة ببساطة لانه مش جاي على هواية، خلاص تعبت منه فاخترت لنفسي طريق تاني. في ناس للأسف ما زالت تقع في من أخطار، من أخطار. ترنيمة اللي جاية بتقول إني في ناس حيارة، يا رب اهدي كل حيارة، يا رب النهاردة يكون عندك قرار حقيقي تكمل فيه لغاية ما تموت. لو أنت كنت واقع في منطقة الاختيار ما بين الله، أنا ما أعرفش إزاي أنت تختار ما بين الحياة والموت، يعني مش محتاجة. لكن حتى سفر التثنية قال له قدامك الحياة والموت، وأنا مش عايزك تلغبط كتير، اختار الحياة من الآخر، شورت كات. تعال واهد الحيارة واللي تايه في الضلال، ضلال تعليم أكثر مما يطاق. عشمانين زرنا زيارة ليلة ما تخطر على بال، في ناس تعبانين متوجعين. كلام واضح مش محتاج إعادة. كان زمان بيقولولنا هنا في كندا إذا عندك بيت مغلق سقفيا وعربية فأنت أغنى الناس. كتاب بيقول إذا عندك كتاب ويسوع في القلب فانت عندك الحياة الأبدية. تعالوا واحنا بنرنم الترنيمة الأخيرة دي، لو انت ما كنتش لسه خدت القرار، لو انت ما كنتش لسه اديت القلب كله للمسيح برجاء برجاء ما يعديش منك المكان اللي انت جيت فيه ده. احنا مش جايين صدفة، احنا جايين عشان نعرف ونعرفك طريق الحياة، وانت تطلع من هنا وعندك إيمان يقين بمن هو يسوع. يا رئيس السلام، يا ملك السلام، يا إله السلام، أغمرنا بسلامك. خلينا نقف وإحنا بنختم بآخر الترنيمة.
نفسي أقرر العدد الرابع. في ناس من برا المسيحية لقت المسيح فقررت إنها تدخل للمسيحية وتعبد فقط يسوع. المؤسف إني في ناس من جوا المسيحية عملت العكس وسابت المسيح وقررت أن تعبد غير المسيح، وده اللي موجود في العدد الرابع. إحنا بنعاني منه في كنيستنا، في ناس بتسيب الكنيسة وتعبد نفسها، أفكارها، تعليمها. والعدد الرابع بيقول إنه إبليس شغال، عارف هو بيعمل إيه، وبيدمر جوه الكنيسة بتعليم ضد الكتاب. وأنا عايز أصلي النهاردة إنه يلم الكنيسة مرة تاني، ويلم الأبناء مرة تاني، ويحطهم للبيوت مرة تاني. ما احنا العنوان بتاعنا أما أنا وبيتي كله نعبد الرب. فإذا كان في حد من أقربائك احنا بنصلي من أجله، خلينا نعيد العدد الرابع مرة تاني، البيوت اللي قسمها، وخلينا نصليها يا رب. النهاردة في بيوت اتقسمت وفي ناس ثابت وراحت، عايزين ربي يرجعها مرة تاني قبل ما تكون النهاية. البيوت اللي أسامها إبليس عدو كل خير، ضمها ورجع سلامها، طالبينك وحدك. ممكن عيد عدو الرابع مع القرار مرة تاني. خلينا نقف ونصليها ونحط قدامك أسماء ناس أنت عارفها ربنا يفتقدها في الظروف والأيام اللي احنا عايشين فيها. البيوت قسمها إبليس عدو كل خير، ضمها ورجع سلامها، طالبينك وحدك يا خير.
أشكرك بعظمك بمجدك لأنك أعطيتنا الحياة وعرفتين طريق الحق أنت وحدك طريق الخلاص. أشكرك من أجل خدمة كلمات حقيقية يا رب، وأنت حذرت مرارا وتكرارا في كل الكتاب لك الاختيار ولكن أنا وحدي الحياة معطي الحياة. خلينا نقف ونصلي. أبنا الذي مرنما أنا وبيتي فنعبد الرب اختار. أما هم فقالوا كل حد اختار أن يعبد الله، فإحنا نقول معهم اللي قالوه في يشوع 24 آية رقم 18، فنحن أيضا نعبد الرب لأنه هو إلهنا. ممكن نكررها مرة تاني، فنحن أيضا نعبد الرب لأنه هو إلهنا. آخر مرة لو أنت قررت تعمل ده ياريتها تكون عالية المرة دي، فنحن أيضا نعبد الرب لأنه هو إلهنا. والرب يبارككم.